السلام عليكم، معكم شيف هند ديساوي. في مطبخنا اليوم غنقدموا لكم عصير منعش فيه بزاف ديال المكونات كنتواجد في اي بيت، مثلا الباربه مسلوقه واللي هي مفيده لوليداتنا الصغار. بهذا العصير غادي نحتاجوا الباربه مسلوقه تقريبا جوج حبات كبار، غنحتاجوا واحد الخوخه، غنحتاجوا خيزو مسلوق واحد ثلاثه خيزويات تقريبا، غنحتاجوا الفرامبواز مثلج، البنان اللي غيكون مثلج، غنحتاجوا جوج مشمشات ثلج. كيف اي عصير خصنا ولا بدا باش يجي بنين ومزيان كنزيدوا فيه الثلج وكيجي نيت خاطر وكيعطينا كميه اكثر. غنحتاج واحد كاس كبير ديال الحليب، كاس كبير ديال الليمون اللي كيكون حتى هو بارد، غنحتاجوا وهذه كتبقى اختياريه شويه ديال الزهر او بكيته ديال الزهر، وغنحتاجوا العسل واحد جوج معالق حتى ثلاثه معالق كبار العسل. بالنسبه للناس اللي بغاو يعوضوه بالسكر فكيعوضوه بالسكر. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه ديال التقديم. اول حاجه كنطحنوا الثلج ديالنا، يعني كناخذوا كميه هامه ديال الثلج اللي غنطحنوه بوحدو، عاد غنزيدوا المقادير الاخرى. من بعد ما طحنا الثلج ديالنا غادي نزيدوا الباربه اللي كنا سلقنا، غنزيدوا خوخه كبيره، غنزيدوا خيزو اللي تا هو سلقنا ثلاثه خيزويات تقريبا، الفرامبواز كونجلي، البنان كونجلي واحد جوج بنانات كبار كونجلي، غنزيدو المشماش. بالنسبه للناس اللي بغيو يزيدو التفاح كيعطيه واحد المذاق زوين. غنزيدو الزهر بكيتة الزهر ديالنا، العسل كيف ما قلنا ثلاثه المعالق، نقدو نعوضوه بالسنيده، انا كنفضل العسل كيجي احسن خصوصا كان العسل من النوع الجيد فهو كيكون صحي لوليداتنا. غنزيدو الليمون والزهر، كنشمو ريحته دابا كيعطي واحد المذاق بنين مع الليمون والحليب، كنعرفوهم كيتواتاو بجوج. وغنزيدو تقريبا واحد كاس ديال الحليب، كاس كبير، وغنطحنو العصير ديالنا. من بعد ما طحنا العصير ديالنا كيف ما كتشوفوا كيخرج كميه يعني تبارك الله كثيره، حتى اللون ديالو كيجي زوين، يعني حتى الوليدات ما كيعرفوش شنو فيه، وكنقدموه بالصحه والراحه.